لتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعه صنعاء الاستاذ عبد الباقي شمسان. اهلا بكم استاذ عبد الباقي. لسود الرافدين الرئيس اليمني يرسل رساله لغوتيريش ينتقد اداء المسؤول الاممي مارتن جريفيث، كيف ترى اداء المبعوث الاممي في اليمن؟ اعتقد ان هناك يعني مجموعه من ممثلي امين العام المتحده، كل ممثل كان ينفذ اجنده في مرحله من المراحل. جريفيث جاء بعد استلام بريطانيا الملف اليمني، وبالتالي هي المقرر لمجلس الامن، وهي من ترتب مع الامارات العربيه المتحده لكيفيه صياغه التسويات. طبعا جاءت رسمات رئيس الجمهوريه متاخره، لان جريفيث وضع اتفاقيه ستوكهولم، واتفاقيه ستوكهولم كانت بمثابه يعني تسويه للمناطق الشماليه، وكان هناك خطه استراتيجيه لفصل الشمال على الجنوب، ويعني بعباره اخرى هناك قطيعه بين المرجعيات الثلاث، وبالتالي بعد مرحله تعز سيتم استيعاب ايضا سلطه اخرى واقعيه في المناطق الجنوبيه، وسيتم وضع مرجعيات جديده على ضوء ان هناك سلطه واقعيه في صنعاء وسلطه واقعيه في المناطق الجنوبيه، وهناك سلطه في الرياض وهي اضعف الاطراف. هناك استراتيجيه الامم المتحده قامت تقودها بريطانيا، هدفها وجود الامم المتحده في ميناء الحديده كمجموعه مراقبه، ومن هنا ستكون هي المشرفه وتسحب جزء كبير من الصلاحيات من دول التحالف. ووجود الامم المتحده كما هو معروف في العالم يعني انها ستقود عمليه تسويه لعقد او عقد ونص او اكثر، من خلال عمليات بطيئه ومن استنزاف الاموال لمكاتبها ولموظفيها. اذا نحن مبعوث الامم المتحده قطع مع المرجعيات، حاول ان يضع اتفاقيه يعني ضمنيا لم تذكر انها متعلقه بالشمال، لكن عمليا كانت خلال الشهور القادمه ربما يتم رفع سقف المطالب في الجنوب، ويتم الحديث عن مرجعيات اخرى تستوعب الواقع الجديد في المناطق الجنوبيه. رئيس الجمهوريه طبعا يعني الطرف الاضعف. نعم، الا ترى ان الازمه يعني هي ليست أزمة مبعوثين، بل هي أزمة عدم إدارة الملف اليمني؟ ليست هي أزمة، هناك استراتيجيات تديرها الدول المهيمنة على القرار الدولي، هناك استراتيجية دولية، وهناك أيضا صراع إقليمي، هناك الأجندة الإماراتية تلتقي وتنسق مع بريطانيا، والإمارات تريد فصل المناطق الجنوبية عن الشمالية لأنها لها أطماع في إطار مشروع شركة دبي الدولية. الامريكان يريدون العوده الى منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي يعني اضعاف الدول وايجاد فاعلين غير الدوله وايجاد فراغات امنيه، هذا يساعد في عوده الولايات المتحده الامريكيه وعوده التدخل الاوروبي بالاساطي في المنطقه، وبالتالي نحن ليس امام فشل في اداره الازمه، بل نحن امام استراتيجيات نظرا لمتغيرات كثيره، منها العراق الان كما تعلم مجالا ايرانيا، هناك ايضا سوريا، هناك صراع ليبيا، هناك الجزائر، السودان، واليمن طبعا منطقه هامه، وحسب المعلومات الجديده انها تختزن في جغرافيتها مليارات براميل النفط، وبالتالي هناك اطماع وهناك صراع على طريق الحرير. اذا نحن امام استراتيجيات والاحوال وليس امام فشل. الذي يدير الملف الدول المهيمنة ومنها بريطانيا، وليس المجتمع الدولي يفشل، بل منذ البداية خطط ليكون هنالك شرعية و يعني ميليشيات، ثم حول اللفظ إلى أطراف صراع، نوع من تدريجي مرحلة تدريجية لجعل الحوثيين في المستقبل سلطة شرعية وليس طرفا انقلابيا. نعم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعني بمقابل شكوى الرئيس اليمني على المبعوث الأممي، قال غوتيريش بأنه يثق بالمبعوث الأممي المرسل من طرفه، كيف تقرأ هذا الرد من الأمين العام؟ أعتقد هو رد دبلوماسي لا يريد حرق، يعني هناك ضغوط طبعا كما تعلم، الأمين العام المتحدة في الأخير يخضع للدول المهيمنة وهو في الأخير موظف دولي، وبالتالي هناك ضغط أمريكي
عفوا بريطاني لاستمرار جريفيث، كان هناك رهان على هذا الرجل لكنه فشل. أعتقد أنها مسألة وقت، ومن المحتمل جدا قطوة يريد من ممثل الأمين العام أن يخرج بما الوجه ربما، وبالتالي سيعطيه بعض الدفع والحفاظ على ما الوجه لفترة، ولكن يبدو لي أن هناك توجه في السلطة التشريعية اليمنية بأنها لن تتعامل مع الرجل، لأن الاستمرار في التعامل معه سيؤدي إلى كوارث كبيرة. شكرا لك الأستاذ عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف.